عندما أتوضأ للصلاة أجد أيضا أنني في حاجة إلى وضوء، ولا سيما إذا كنت في المسجد. هل لي أن أحبس نفسي حتى أصلي طالما أن ذلكم حالي؟ جزاكم الله خيرا. إذا توضأت وأصابك شيء مما يخرجك إلى الوضوء من وضوء مدافعة الأخبثين، البول أو الغائط أو الريح، وكان ذلك يشوش عليك في صلاتك، فإنه يجب أن تذهب وأن تقضي حاجتك وأن تتوضأ لأجل أن تدخل الصلاة وأنت مرتاح مرتاح النفس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط. أما إذا كان بإمكانك التحمل ولا يشوش ذلك عليك فأنت بالخيار. إن شئت أن تذهب وتتوضأ تقضي حاجتك وتتوضأ، وإن شئت أن تواصل وتصلي الصلاة ما دام هذا لا يشوش عليك في صلاتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.